شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: كما بدأكم تعودون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم وفي بعض الأيام القادمة يدور بإذن الله تعالى حول المعاد، وقبل أن نبدأ بالحديث لا بأس بالإشارة إلى أن هنالك حقيقتين ركز عليهما القرآن الكريم تركيزا كبيرا. أولى هاتين الحقيقتين، الحقيقة التي انبثق منها وجودنا جميعا، وهذه الحقيقة هي حقيقة المبدأ، الله سبحانه وتعالى. والحقيقة الثانية هي الحقيقة التي نعود إليها جميعا، وهي حقيقة المعاد. المبدأ من جانب والمعاد من جانب آخر. هذه المقارنة البسيطة ربما تبين مدى اهتمام القرآن الكريم بهذه الحقيقة. الصلاة كما هو معلوم عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الصلاة هي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر. الصلاة هي آخر وصايا الأنبياء. ولكن عندما تلاحظون القرآن الكريم كم من الآيات
ورد فيها لفظة الصلاح. هذه الكلمة كلمة الصلاح، ومشتقاتها تكررت في القرآن الكريم حوالي 80 مرة، 80 مرة تكررت هذه الكلمة تقريبا. الحج مع أهميته البالغة، هذه اللفظة لفظة الحج وردت في القرآن الكريم حوالي 10 مرات. الصيام، هذه اللفظة تكررت في القرآن الكريم حوالي 10 مرات. ولكن عندما تصل القضية إلى قضية المعاد وإلى قضية اليوم الآخر، يقول بعض المحققين الذين يعتمد على كلامهم، يعني مو كلام إنسان عادي وإنما كلام أحد العلماء المحققين، يقول إن الآيات التي وردت في القرآن الكريم حول المعاد وحول الآخرة تربو على 2000 آية، يعني أكثر من 2000 آية، يعني حوالي ثلث القرآن الكريم، أكثر من 2000 آية تتناول قضية المعاد وقضية البعث وقضية النشور. هذا دليل على الأهمية الفائقة التي يوليها كتاب الله لقضية المعاد ولقضية اليوم الآخر. الصلاح هي فرع من فروع الإيمان بالمعاد، الصيام هو فرع من فروع الإيمان بالمعاد، الحج هو فرع من فروع الإيمان بالمعاد. ذلك هو الأصل، وهذه كلها فروع. وهنالك كلمة أخرى لأحد العلماء لا بأس أن ننقلها أيضا، وهو أن الأثر الذي يتركه الإيمان بالمعاد في الحياة الإنسانية هو أعظم، هذه كلمة دقيقة، من الأثر الذي يتركه الإيمان بالألوهية في الحياة الإنسانية. وهذه قضية عجيبة، مع أن المعاد فرع من فروع الألوهية، الإيمان بالمعاد فرع من فروع الإيمان بالمبدأ، ولكن مع ذلك الموقع الذي يحتله الإيمان بالمعاد في توجيه الحياة البشرية هو أعظم من الموقع الذي يحتله الإيمان بالمبدأ في توجيه الحياة البشرية. لا بأس أيضاً أن ننقل مقارنة بين القرآن الكريم
وبين التوراة في التوجه إلى هذه القضية. طبعا التوراة بشكلها المحرف، التوراة الحقيقية موجودة عند خاتم الأوصياء المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه. ولكن هذه التوراة الموجودة الآن في الأيدي والتي عبثت بها يد التحريف، هذه التوراة الإشارة فيها إلى المعاد والآخرة قليلة جدا. عجيب هذا. وأنا أتصور أن من العوامل المهمة في هذا الطابع العام لغالبية اليهود، هذه الحالة اللي غالب اليهود عندهم على مر التاريخ، طبيعة الفساد، طبيعة الإفساد، طبيعة السفك، الطبيعة المادية الصرفة، يعني كل فكرهم في المادة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. في آية أخرى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هذه الحالة الموجودة عند اليهود وليدت ثلاثة عوامل: الفكر المنحرف أولا، العقد التاريخية ثانيا، شعب معقد كثير منهم، وثالثا ضعف الإيمان بالمعاد. ما عندهم توجه إلى القضايا المعنوية بشكل عام، قضية المعاد بشكل خاص. الآن راجعوا التوراة اللي الآن موجودة إشارات عابرة إلى قضية المعاد. كل التوراة تتناول قضايا مادية، أرض الميعاد، بركات أرض الميعاد، كذا، يعني كل بعد دنيوي، بعد مادي. الحالة المعنوية في اليهود ضعيفة جدا، والحالة المعنوية للتوراة ضعيفة جدا من هذه الناحية. بل أكفد إشارات الرب يميت ويحيي، هذا هو، هذه إشارة عابرة، يقوم يحيى أمواتكم يوم تقوم الجثث، أي من عبارات التوراة، يحيى أمواتكم يوم تقوم الجثث. هالشكل عبارات خاطفة عابرة في التوراة، ولكن في القرآن الكريم تجد هذا الاهتمام العجيب بقضية المعاد وبقضية الآخرة. ننتقل إلى فصل آخر في هذا الحديث، وهذا الفصل هو آثار الإيمان بالآخرة. ما هي آثار الإيمان بالآخرة؟ أصل الإيمان ودرجات الإيمان، لأن الإيمان حقيقة ذات مراتب. ربما كلنا نؤمن نحن بالآخرة، ولكن درجات هذا الإيمان تختلف. هذه الآثار شدة وضعفا تناط بدرجة الإيمان بالمعاد شدة وضعفا. نذكر بعض هذه الآثار. الأثر الأول: الإيمان بالمعاد يمثل
أعظم كابح للنفس البشرية عن الظلم والتعدي والطغيان ونوازع الشر. إحنا نتوقف قليلا عند قضية الكوابح. الشيء الذي يبدو أن الإنسان عندما يولد لا يفهم، لا يستوعب قضية الكوابح، هكذا يبدو لنا. الطفل عندما يريد شيئا يندفع إليه، بعد ماكو في ذهن الطفل قضية الروادع، الموانع، المزاحمات. الطفل يتصور الشيء، الصورة تجي في ذهنه، ينبعث الشوق في قلبه، هذا الشوق يشتد ويتحول إلى إرادة، هذه الإرادة تدفع الطفل إلى تحريك عضلاته نحو المطلوب. لذلك الطفل عندما يحب شيئا، عندما يشتاق، عندما يفكر في شيء يندفع إليه بدون توقف وبدون تردد. ولكن شيئا فشيئا هذا الطفل ينمو، عقله ينمو، تجاربه تكثر، يفهم لا، القضية مو أنه كل شيء يحب يتمكن يندفع نحوه، لا، أكو هنالك ضوابط، أكو هنالك موانع. شوية شوية يبدأ بفهم هذه الحقيقة، يمد يده إلى جمرة فيحترق فيسحب يده، يفتهم لا، مو كل شيء حب يتمكن يقدم عليه. يضع يده على سلك كهربائي عاري فيتكهرب، يشوف لا، حريته له حدود. يأخذ كتاب أخيه، أخوه يضربه، فشيئا فشيئا يفهم أن حريته، أن حريته لها حدود. هذا الفهم ينمو شيئا فشيئا، الموانع حول هذا الطفل تزداد وتضيق عليه الخناق شيئا فشيئا. بعدين تجي قضية السلطة، قضية الدولة، قضية القانون، قضية النظام، قضية الشرطة، قضية السجن. هذا من جانب. هذه الحالة حالة الإحساس بالضوابط الاجتماعية تنمو في نفس الطفل. ولكن في جانب آخر الشهوات أيضا تنمو، الشهوات اللي ربما كانت ضعيفة جدا في نفس الطفل. بعض العلماء هكذا يقولون، يقولون جميع الشهوات الموجودة عند الكبار، هكذا يقولون، الآن إذا مو كلها، كثير منها موجودة عند الأطفال ولكن بصورة بدائية، كثير منها، هذه أيضا تنمو. الإنسان
في ضمن هذه المعادلة، لاحظوا هذه المعادلة، نمو الإحساس بفكرة الضوابط الاجتماعية من جانب، ونمو الإحساس بضغط هذه الشهوات من جانب ثاني. الإنسان ضعيف جدا أمام شهواته، وخلق الإنسان ضعيفا. أي شيء ما ينفع مع هذا الإنسان إلا في حدود القانون، الشرطة، قضية التوافق الاجتماعي، قضية السمعة الاجتماعية، هذه الأشياء موجودة، ولكن أمام طغيان الشهوة هذه الأشياء ضعيفة جدا. ولذلك الآن القانون الوضعي متحير. الآن دعك عن القوى الخفية اللي تسعى لإفساد العالم مثل اليهود مثلا، اللي هؤلاء هدفهم تدمير العالم، إفساد العالم، دعك عن هؤلاء. الآن أكو عقلاء كثيرين في العالم متحيرون ماذا يفعلون، حقيقة حيرة. يأتي المقننون أمام ظاهرة ضارة مدمرة محطمة، ما يتمكنون يعملون شيء. هذه القضية قبل حوالي 71 عاما اتفقت في هذه الدولة العظمى المخدرات، وهذا واضح خطر مدمر للفرد، للمجتمع، لدينه، لدنياه، للعلم، للأخلاق، لكل شيء. المسكرات بشكل عام، المخدرات، خطر. النظام يجي أمام هذا الخطر قبل 71 عام، يشوف أن هذا خطر داهم يهدد المجتمع، كيف نعالج هذه القضية؟ عالجوا هذه القضية بكل ما يتمكنون. شنو عندهم؟ عندهم إعلام، عندهم راديو، عندهم تلفزيون، عندهم نشرات، عندهم سينماءات، عندهم تقارير طبية، كل شيء عندهم. عندهم عقوبات، عقوبات صارمة فرضوها، وفي خلال هذه الحملة اللي جرت قبل 71 عام، الذين سجنوا لأنهم تحدوا هذا القانون، قانون منع المخدرات والمواد المسكرة، الذين سجنوا في هذه الدولة 500,000 إنسان سجنوه. إيش قد صادروا من المواد؟ مئات الملايين. وما هي النتيجة؟ النتيجة لا شيء، اضطروا إلى أن يتراجعوا. الآن هذه المعضلة الموجودة في البلاد الغربية عقلاؤهم لا حل لهم لها، ما كحا ما يفيد. لذلك قالوا أفضل شيء خل نترك القضية، خل يعملون ما يشاءون، كل واحد يحب يحطم نفسه خل يحطم نفسه، ما نقدر. مثل أبو عند ابن، كلما ينصحه كلما يعظه ما يفيد وياه، لا يتمكنون. ليش؟ لأن هذه الأشياء تردع بمقدار قليل ولكن لا تكفي. الإنسان عندما تثور شهواته بعد ماكو شيء يقف أمامه، يتحدى القانون، يلتف على القانون، يناور مع القانون.
الكابح الوحيد الذي يمكن أن يمنع الإنسان عن كل أنواع الظلم وعن كل أنواع التعدي هو الإيمان بالمعاد. هذا الإيمان الذي يخلق في الإنسان رهافة حس شديدة. الإنسان المؤمن بالمعاد الدين يذكي هذه الحالة، إذا ملاحظين يذكر ينمي هذه الحالة، وإحنا المفروض أن ننمي هذه الحالة، يجعل في الإنسان حس رهيف إلى أبعد الحدود. أحد العلماء ينقل في أحواله، هذا في العهود القديمة، الحنفيات ما كانت في البيوت، هذا العالم زوجته كانت عندما يريد أن يستيقظ، مضمون القضية عندما يريد أن يستيقظ لنافلة الليل أو لصلاة الصبح، كانت تروح زوجته إلى البئر وتخرج الماء من البئر، طلع له الماء، يجيب له الماء بالدلاء القديمة فيجي يتوضأ. هذا كانت جرت عادته على ذلك. طبعا المرأة مو موظفة بذلك، المرأة هذا تفضل منها أن تطبخ وأن تكنس في البيت، هذا كلها تفضل من المرأة من الناحية الشرعية، جيد من الناحية الأخلاقية، وظيفة أخلاقية، لكن مو واجب. في ليلة من الليالي المرأة كانت نايمة أو كذا، هو الرجل العالم قام وذهب إلى البئر وأدلى الدلو في البئر وسحب الدلو وأخرج الماء، وإذا بزوجته ترى، الزوجة كانت نايمة في الغرفة أو مشغولة، ترى أن هذا العالم بدأ يبكي بكاء مرا ويجهش بالبكاء، فتعجبت، إجت إلى هذا العالم أنه شبيك، فقال في الواقع أنا أخشى أنني كنت ظالما لك خلال هذه الفترة، أنا شفت أن هذه العملية عملية شاقة وأني كنت أكلفك بذلك ولو بدون إجبار، ولكن هذا ربما كان نوع من الظلم لك، وإني لا أعود إلى هذا بعد، أنا أسوي هذا العمل. هذه الرهافة في الحس، هذا التفكير أن الإنسان لا، طبعا هذا مو ظلم لأن الزوجة هي التي أقدمت، لعلها كانت راضية أو قطعا كانت راضية، لأن عالم لا يجبر زوجته على ذلك، ولكن هذه الشبهة تجي في ذهنه لعله ظالم لها. أحد الإخوة أبو عالم من علماء الدين يقول في يوم من الأيام أبويا ما كلفني بشيء، يوم من الأيام خوف أنه أنا أظن أنه هذا باعتبار أبويا وأنه يجب علي إطاعته وامتثاله، وأنا أسوي هذا العمل من هذا المقام، موقع الأبوة والبنو، في أي يوم من الأيام ما كلفني بشيء. هذا الحس الرهيف وين تجدونه؟ هذا الحس الرهيف الذي يقول حقيقة عجيب، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة، ما فعلت. نملة واحد في فمها جلب شعيرة، يأتي ويسلب هذه من فم هذه النملة، إذا يعطوني الدنيا ما أفعل هذا. هذا الحس المرهف
الذي يولده الإيمان بالله والإيمان بالمعاد. أو يخوف نملة، نملة دا تمشي واحد يخلي إيدها عليه، النملة تخاف تشرد. ليش يسوى هذا العمل؟ لماذا يفعل هذا العمل؟ أو يشب ماء على نملة، ليش يسوى هذا العمل؟ في حديث آخر الإمام صلوات الله عليه: هذه نتائج لا تجدونها في مدرسة أخرى، والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد. حتى واحد يظلم ولده الصغير بأن يخيفه، هو هذا يكفي، هذا النوع من الظلم. هذا بكرة يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقف أمام النبي صلى الله عليه وآله: ليش سويت هذا العمل؟ هذا الحس يجب على الإنسان أن ينميه في داخله. لاحظوا عندما نسافر أكو بعض الآيات واحد ما يفهمها إلا في حينها. عندما نسافر نقرأ هذه الآيات، حقيقة جد آيات لطيفة، وفي حالة السفر أي موج تخلقه في داخل النفس: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الفقرة الثانية: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الآن ننتقل من هذه البلدة إلى هذه البلدة، أكو هنالك انتقال آخر، فديوم أيضا نودع هذه الحياة ونروح إلى حياة ثانية. هذا الانتقال الأول فيه رجعة، ولكن هذا الانتقال الثاني ما فيه رجعة. شوفوا هذا التركيز، دا سافر أنت في الانقلاب الأول، تذكر الانقلاب الثاني: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إن شاء الله اخروها في حالة السفر، شوفوا أي طوفان تخلقه هذه الآية عندما واحد يقراها بتوجه. عندما نتوضأ، شوفوا كل يوم كم مرة نتوضأ؟ 3 مرات أكثر. الفات عندما تغسل وجهك: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. عندما تغسل يدك اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. عندما تضع الماء على يدك اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران أو من مقطعات النيران. عندما تمسح الرجل الإنسان يقول: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. هذا كل إلفات القرآن، الأدعية نمي هذه الحالة. عندما واحد كل يوم يطلع من البيت أول الصبح، دا تطلع شلون أدعية لطيفة حقيقة. الإنسان اللي يحفظ هذه الأدعية توجد في قلبه نورانية، نور يشعر به. بسم الله أول ما تطلع من البيت، زين واحد يكتب هذه الكلمات عند الباب:
حتى هو يقراها يتذكرها، أولاده عائلته. بسم الله، حسبي الله، توكلت على الله، اللهم إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الفات تنمية لهذه الحالة. قرأت في إحدى الكتب ينقل عن أحد العلماء هذه القضية بهذه الكيفية. يقول أحد كبار العلماء، قيل له في الكتاب هكذا نقلت القضية: إذا أخبرك مخبر صادق أنه بعد أسبوع تموت، نبي من الأنبياء، ولي من الأولياء، وعلمت علما قطعيا يقينيا أنه بعد أسبوع تموت، فماذا تفعل خلال هذه المدة؟ فقال هذا العالم: الشيء اللي كنت أفعله من أيام شبابي أفعله في هذه المدة المتبقية، ماكو جديد، لأنه هذا التعليل أنا من بداية أيام شبابي. هذه الحالة واحد ينميها في داخله، جدا مهم. من بداية أيام شبابي عندما كنت أريد أن أقدم على عمل كنت أتوقف لحظة وأفكر عندي جواب عن هذا العمل لله تعالى يوم القيامة لو ما عندي جواب. أنا عندما أريد أتكلم هذه الكلمة، الله يوم القيامة إذا سألني لماذا تكلمت هذه الكلمة، عندي جواب لو ما عندي جواب. عندما أريد أن أنظر نظرة، الله تعالى يسألني لماذا نظرت، عندي جواب لو ما عندي جواب. هذا من بداية شبابي، ولذلك أنا الآن ما عندي شيء جديد، أديم على نفس ما كنت أعمله من قبل. هذه الحالة حالة جدا مهمة، واحد ينميها في هذه الحالة خير الدنيا وسعادة الآخرة. ونختم حديثنا ببعض المسائل الشرعية تلبية لطلب بعض الإخوة. من الأشياء التي يسأل عنها كثيرا قضية الخاويار، السمك والبيض، ما حكمه؟ الجواب على ذلك أن من الشرائط في حلية السمك وحلية البيض أن يكون السمك ذا فلس، يعني هذه القشور التي توجد. والمعروف بين العلماء أن هذا السمك لا فلس له، ولذلك هذا السمك في رأي مشهور العلماء محرم، وبيضه أيضا محرم. من الأسئلة الأخرى التي تسأل متعددا أنه في كثير من الشباك التي تصاد فيها الأسماك تموت بعض الأسماك في حالة الصيد. أكو أسماك كأنها جدا دقيقة، عندما تشعر أنها وقعت في الشباك
تموت، ومنها هذا السمك المعروف هنا. فإذا ماتت بعض الأسماك في الشبك وبقي بعضها الآخر حياً، فما هو حكمها؟ الجواب على ذلك لا إشكال فيها، يعني الجميع الذي لم يمت والذي مات لا إشكال فيها. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير.